أشرف جرمانة سعيد وبتصفيق كبير منكم ابن أشرف جرمانة يوسف في استوديو الأحد. والله والله وكبرت يا يوسف بالحق، كبر يوسف كي جاي سلم عليا وقف بحذايا ولا أطول مني ما شاء الله، تصفيقة كبيرة كبيرة. يوسف شنو أحوالك؟ الحمد لله عايشك. الحمد لله. حسيت روحك كبرت يوسف؟ إيه. ها؟ إيه. تحس روحك كبرت؟ بديت يعني كبر. ساعات نقول أشرف ما يتنساش. بالطبيعة. عمره ما يتنسى. بالطبيعة. هو أنا ما نسيتوش. ديما نتفكر أشرف. أكيد أنت خليلك برشا حاجات حلوة. شو اللي قعد لك من أشرف؟ والله كل شيء ذكرى وبرشا حاجات. يوسف تتفكروا ديما؟ أنا هو الأوقات اللي تفكر فيهم أشرف؟ ديما في كل أوقات. في كل أوقات؟ كل أوقات. يوميا تقريبا؟ يوميا. يوميا. في بالي بابا. أنا نحب سيد المخرج ياخذ لبستك الكل. سي مراد يتفضل ياخذ لنا اللبسة تاع يوسف لأن عيط له أشرف. اللبسة هذي أنا عندي معاها ذكرى راه، وعندي معاها حكاية، وعندي معاها ذكريات. صحيح. هذه مش لبستك، لبست شكون؟ لبست بابا. لبست؟ بابا. لبست أبوها أشرف جابيها اليوم. وأنا نتذكر هذه لبسها معايا في منوعة لحد قبل، وجاني بنفس المريول. البلوزون هذيك والسروال هذيك، وما شاء الله اليوم يوسف يرجع بلبسة بوه أشرف. عليه لبسته؟ لا ريحته. ريحته؟ ريحته بابا. أمان أعطيوني أقوى. أنا نحب نعدي الصور نتاع أشرف ويوسف في لحظات المحبة والصفاء، وانا نعرف علاقة أشرف. أنا يوسف جاني لي أول مرة عندي، أنا جيت وانتي صغرون غنيت مع أشرف أول مرة قدمني ليك صور. هذوما أنت وبوك بالطبيعة الذكريات الحلوة. هو ساعات يقول شو محلاها التصويرة. قديش أشرف يحب يوسف؟ قديش قديش ما عندكمش فكرة أنا قديش يحكي لي عليه، قديش يحبه، قديش يموت عليه، وقديش مؤمن به فنان. زاد مؤمن به أنه يوسف سيكون غدا فنان، وما شاء الله يوسف اليوم فنان وينافس في برشا فنانين في الفن الشعبي ويستحق تصفيقه. أنا اللي يعجبني في يوسف أنه عارف كل شيء، وعارف التركة أو الورثة اللي خليها لك أبوك. أنت كي ترى مطربين يغنيوا في أغاني أبوك، كيفاش يوسف كيفاش تعيش هاللحظه دي؟ لا بالعكس عادي، نفرح على خاطر مازال اسم بابا موجود في الاغنيه كله، ويعني نحب العباد يغنيوا يعني اغنيات تقعد اغانيه. اي صحيح. ويعني حدهم يعني كان العروسات و يغنيوا في الافراح ما يسجلوهاش. اي ما تحبوش يسجلوها؟ نيت. تحب نتاع بوك يقعدوا لبوك؟ صحيح. ويقعدوا لك انت؟ اي بالطبيعة. انك انت الوريث الوحيد تاع غنيات بوك. تصفيقة كبيرة يوسف. يوسف قبل ما تغني، لأنه الغناية ستكون اون اكسكلوزيفيتي وباش تعجب العباد وباش يهتموا بها اهتمام كبير. تنقل لكم علاش، كلامي مش من فراغ من حاجة. شو تحب تولي كي تكبر؟ فنانة كهو؟ والله شو الفن ذاك هواية، هوايتي أنا. هواية؟ هواية. باش تخليه هواية؟ إي هوايتي أنا، وإن شاء الله قدرة الله نحب نطلع بيلوت. بيلوت؟ سائق طيارة. وربي معاك إن شاء الله تتحقق الأمنية ذيك. أشرف، أصحاب بوك بخلاف اللي أنا قعدت أون كونتاكت مع الوالدة نتاعك، هل يسألوا عليه كمان؟
اللي كانوا يجيوا لداركم، وانا نعرف يجيوا بحذاكم ومقرونه الطيب والجو والسهريات والجو البنين اللي انا نعرف. والله شو تحق بلاش كذب، يعني كعبتين وكعبه اصحاب بابا اصحاب بابا. اي ولو انا نحب نقول يعني اللي يسل علي يرحم والدي، وزاد اللي ما سلش يرحم والدي. اعطيوني يا قاطر ما نزيدش معك اكثر. يوسف انا ما نحبش نتعبك وما نزيدش معك اكثر، ولكن اليوم الغنية اللي باش يغنيها يوسف تقول يا للاتي. سي العربي سنقرية اسمعني، يا للاتي شنو حياتي لو ما كنتش انت فيها، شنو كلامي وغنياتي لو مش انت نغني عليها، انت نجمة في ليلة ظلمة وانت الدنيا اللي نحلم بها. هذه الغناية تسجلت البارح وحضرت البارح وباش تتعدى اون اكسكلوزيفيتي، لكن المهم فيها يوسف يقول لك بابا ما ماتش، أشرف ما ماتش، أشرف مازال حي. الغناية غناها أشرف وخذا جزء من صوت أشرف وجزء من صوته هو. يعني اليوم الغناية هذية اللي إنتاج خاص نتاع يوسف أشرف جغرمانة غناه زوز، الأب المتوفي الله يرحمه أشرف وابنه يوسف في تسجيل خاص ويتعدى لأول مرة على قناة تلفزة تي في في استوديو الأحد. نسمع يوسف يا للاتي، وانتبهوا مليح للغناية اللي تجمع أشرف اللي موجود معانا اللي موجود في الدار الأخرى ويوسف اللي موجود معانا اليوم بتصفيق كبير منكم.